ان انا كان في حادثه حصلت امبارح، حادثه كبيره جدا في منطقه زهراء المعادي. كان انقلاب سياره عربيه، كان ولي امر خارج من مدرسه، كان معاه ثلاث اولاد ولاده، والعربيه انقلبت من على الكوبري وادت لوفاه الوالد ودخول الاولاد المستشفى. يا رب يرحم الوالد ويرزق الزوجه الصبر والسلوان، والاولاد ربنا يشفيهم ويقوم على خير. طبعا حاجه صعبه جدا، في دخلة رمضان، وان الموضوع او حتى في الايام العاديه كمان ان الموضوع يبقى صعب جدا، والموقف كان مؤثر واثر فينا شخصيا. ولكن من اللي اثر فيه اكتر واكتر ان كان في نوع من انواع جبر الخواطر من السيده مديره مدرسه القدس الشريف الدوليه بزهراء المعادي. عملت لفته انسانيه عظيمه جدا، يعني فعلا اثرت فيا قوي. اللي هي كان عن النهارده المفروض كانت المدرسه بتعمل حفله تخرج للدفعه بتاعتها، او كان عندهم احتفالات بعيد الام، وكان في اكتر من احتفاليه، وهي اجلت الاحتفاليات كلها كنوع من انواع النعي او تقديم العزاء لاسره المتوفى، والتضامن مع المرضى او طلابها اللي هم اتعرضوا للحادث الاليم. اسمحوا لنا ان احنا يعني نعمل مداخله دلوقتي مع السيده الفاضله المربيه العظيمه الاستاذه نجوى عبد الشافي، مديرة مدرسة القدس الدولية بزهراء المعادي. ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ تمام الحمد لله. في الحقيقة أنا كان نفسي إن إحنا يعني نعمل المداخلة دي في ظروف أحسن من كده، يعني بس بصراحة العمل اللي أنت عملتيه إمبارح كان عمل عظيم قوي، وعمل كله إنسانية وكله مشاعر، فاسمح لنا إن إحنا نحطك في لوحة أو قائمة ناس من ماس للبرنامج. يعني ده شرف عظيم لي جدا، وهو عمل بسيط جدا المفروض على اي انسان، يعني تصرف نفس التصرف اي انسان مسلم يعرف ربنا، لان هو افضل الاعمال للمسلم هو جبر الخواطر، واسرع ثواب بناخده من ربنا هو بجبر الخاطر. يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيجبر خاطرنا في التو واللحظه من تقديم جبر الخاطر لانسان اخر. جبر الخاطر ده ان انا اساعد انسان لو ماشي في الشارع، هو جبر الخاطر لانسان بيخدمني او عمل لي اي عمل بسيط، انا لما اقول له تسلم ايدك كتر خيرك، هو الكلمه الطيبه دي جبر الخاطر. واحنا يعني بتقدم بالمواساه لاسره الطالب مالك احمد، ربنا يسطرهم، ودي اقل حاجه ان احنا ممكن نقدمها لاسره الطالب. بصراحة موقف كان موقف كله إنسانية، وأنا يعني حاولت من امبارح أول حاجة فكرت فيها لما شفت الموقف بتاع حضرتك. طبعا الله يكون في عونك في مسؤولياتك طبعا كمديرة المدرسة. النهارده كان المفروض الحفل الختامي للمدرسة، وبيتضمن الاحتفال بعيد الأم وبشهر رمضان، يعني حدث كبير جدا، لكن احنا تم تأجيل هذا الحفل تضامنا مع الطالب مالك وتضامنا مع أسرته، ربنا يلهمهم الصبر والسلوان. طمنينا طبعا على الأولاد عاملين إيه دلوقتي؟ لا هو مالك الحمد لله خرج من المستشفى كويس الحمد لله. الحمد لله. يعني بصراحة أنا بلفت نظري في إصابات، لكن هي في مجموعة من المدرسة النهاردة اتحركت من الطلبة والمديرين وراحوا زاروا الطالب. الله الله، إيه الجمال ده؟ أشكر حضرتك جدا والله بجد، يعني إيه الجمال ده بصراحة، يعني حاجة كلها إنسانية. لا أقل حاجة يعني مطمنا عليه، وهو الحمد لله مالك في خمسة ابتدائي هو خرج من المستشفى، لكن إخواته دارين واخته الثانيه هم كويسين بخير الحمد لله، ما فيهمش اي حاجه. يا رب ربنا يرزقهم الصبر والسلوان ويخلف عليهم ويعوضهم ويجعل باباهم من الشهداء اللي هم يعني في السعي لعلم اولاده، وربنا يرحمه ويدخله في سعي جناته. بصراحه انا بيعجبني في حضرتك دايما لما بنلتقي في اي احتفاليه للمدرسه، طبعا انا باجي طبعا كولي امر اكيد طبعا بشوف عندي جبر خواطر الصغير قبل الكبير. جدا جدا، يعني انا يعني مش انا ما بتعاملش في المدرسه كمديره، انا كام وقدوه لكل العاملين في المدرسه سواء الساده المدرسين الطلاب كل الصف كله، هو انا قدوه، فحريصه في تصرفاتي جدا ان انا اكون القدوه وان هم يتعلموا حاجات كتير جدا. يعني الطلبه النهارده الاطفال الصغيره سالوني مثل ليه احنا اجلنا الحفله، فقلت لهم عشان لازم نشارك زميلنا
حاجه بابا تعب ما رضيتش اقول يعني، لان هم اطفال صغيره حالة طبعا كده. يعني حاجه جميله منك بصراحه. فبسطت الامر ان هو تعبان، هو مش هيقدر يجي معاهم الحفله، فاحنا هنستنى شويه لحد ما يتعافى. طالبه قالت لي طب ممكن بابا ما يجيش ومامته تيجي؟ قلت لها طبعا مامي هتيجي ان شاء الله. فالاطفال سالوا انا جاوبتهم عشان اعمل لهم، لازم نشارك زمايلنا فرحتهم او احزن. طب خليني اسالك سؤال مس نجوى بقى زي ما بينادوك الطلبه. دلوقتي لما بيكون عندك مثلا في حفله عيد الام لو ولد طالب او طالبه ووالدته متوفاه او في انفصال والولد قاعد في ولايه ابوه، بتعملي ايه؟ حضرتك يعني انا بدعمهم جدا جدا، يعني الطلبه دي انا بدعمها جدا جدا، يعني انا بحسسهم في المدرسه ان هم مش ناقصين حاجه، يعني انا دايما بقول للطالب في ماما في انا ماما اللي هنا في المدرسه، انا ماما، يعني انا بقوم بدور الام بالذات مع الاطفال الصغيرين. حتى حضرتك لاحظت في المدرسه هم هتلاقيهم كلهم بيجروا، يعني انا مش بدرس لهم، انا مجرد بشرف وبروح واجي، لكن انا قريبه جدا من الطلبه بتوعي، يعني بالذات المراحل السنيه الصغيره هم لما بيشوفوني في اي وقت دخلت الكلاس او في اللاين او في اي حاجه هم بيسيبوا اللي في ايدهم وبيجوا. انا بشوف صراحه الكلام ده بعيني، يعني انا بشوف يعني مع اسماعيل بيجري على حضرتك على طول وبيعتبرك امه الحقيقيه، يعني بيستقبلوني بحضن، هم بيحسوا بحناني وانا واخدهم في حضني، فانا ام ليهم ما بشعرهمش باي شعور اخر في المدرسه غير ان انا امهم. فدي حاجه يعني انا بعتسي بيها وربنا يقدرني عليها يعني ان شاء الله. ربنا يقدرك فعلا، لان المسؤوليه مسؤوليه صعبه جدا يعني. طب بس برضه هحب اقول حاجه يا دكتور، يعني انا برضه مع حضرتك النهارده بسبب جبر خالص، لان حضرتك لما كانت الشكوى الصغيره من بعض موظفي المدرسه يعني انا اتاثرت جدا لما لاحظت ان حضرتك خاطرك مكسور مني شويه. لا خالص خالص، انا مجرد ما قابلتك الموضوع انتهى على فكره. والله انا حسيت بكده يا دكتور. لا يعني خالص على فكره، انا اول ما قابلتك يعني وقلت انا لازم يعني اتصرف اي تصرف اكبر بخاطر حضرتك، وعشان كده انا مع حضرتك النهارده. ما هو ده جبر خواطر اللي انت تطلعي معايا في البرنامج طبعا. يعني هو يعني جبر الخاطر ده احب اقول للناس ان جبر الخاطر ده افضل اعمال المسلم، وثواب ربنا عليها هو اسرع ثواب، يعني تقريبا بيجي في الطول واللحظه اللي الانسان بيكبر فيها ده خالص. حضرتك بتلاقي ثواب وثواب واجرك من عند الله، يعني لمسته بايدك على طول في اسرع وقت. جبر الخواطر ينجي من المخاطر. تمام. خليني بقى اسالك بقى سؤال في صميم العمل بتاعنا بقى، انتوا ايه اخبار المدرسه عندكم في المسرح المدرسي طبعا طبقا لتوجيهات الوزاره؟ ان شاء الله حضرتك في الحفله هتشرفنا، واحنا عاملين مسرحيات عالميه يعني الملك لير والاميره النائمه، وعاملين مسرحيات حلوه جدا جدا ان شاء الله. واحنا طبعا جاهزين طبعا ندعم المدرسه في اي حاجه طبعا لدعم مواهب الطلاب اللي ده تخصصنا يعني. عاملين باللغه الانجليزيه 3 مسرحيات عالميه، على يعني هي الملك لير والاميره النائمه ومسرحيه اخرى ان شاء الله، يعني هتتبسطوا منها جدا جدا، غير الفقرات الاخرى بقى تاريخيه ووطنيه واغاني وطنيه وحاجات كتيره جدا ان شاء الله. الله الله عليك يا استاذ ان شاء الله. طب خلينا بقى يعني في اخر المداخله كده ناخد منك وعد، احنا طبعا هيبدا السيزون الجديد لايديو دوت ايديو، ده برنامج متخصص للمدارس والاكاديميات والجامعات واخبار التعليم، ده هيبدا السيزون الجديد بتاعه ان شاء الله الايام الجايه، حضرتك تكوني ضيفتنا انت وسيد بيه بقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، ده وعد ان شاء الله، وبشكر حضرتك جدا جدا يا دكتور. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا.